بتحط بنزين بالسيارة. فورمو صور كمان وانت بتحط بنزين بالسيارة. فورمو صور كمان وانت بتحط بنزين بالسيارة. فورمو صور كمان وانت بتحط بنزين بالسيارة. عن المفاجأة طبعاً من 2019 و 2020 وهلأ 2021 حأعلنكم عن هاي المفاجأة. لمحة بسيطة، أنا قبل لما كنت شوف دعايات سانسلك، تعرفون تتذكرون دعايات سانسلك قبل هيك لما بيعملوا هيك بيعملوا النقطة، كنت أمثل وأعمل حالي أنا جوات الدعاية قد ما بحب سانسلك وبحب كل شيء بخصهم. اليوم أنا هلأ عم يعني احكي لكم، واخيرا في احكي لكم عن هالسر اللي مخبيته صار لسنين منكم، انه انا وسانسلك صرنا فتره عم بجهز لكم مفاجاه بتجنن، حتحبوها كتير 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 كتير، حتعرفوا كل تفاصيلها قريبا جدا. بس هلا بدي اياكم بس تفكروا، فكروا شو هي المفاجاه اللي نور وسانسلك عم بيشتغلوا عليها وحي يعني حيعلنوا عنها قريبا جدا.